احنا فحلنا ف 800 واحد دروك، هوريه كل اللي احنا هنجيبه. واللي احنا هنجيبه ده يبقى سكن القناة ان شاء الله. ف فدلوقتي اول حاجة هنجيبها هي الماشية اللي احنا الماشية. نستنى بيها. اول جماعة احنا كنا بنصور وصوتنا بس ما عرفنا، يعني نسينا. هاي دي الماشية اللي هي توي انيميشن، ف يعني كنا مبسوطين وبنصور ساعتها. اوكي، ده بس يعني فبنحطها بنحطها دلوقتي. بالظبط. جماعة انا ما يعني ما صورناش، ان هو انا يعني صورنا بس عند زومين، ان احنا ما عرفناش نظبط الموضوع ده قوي. اوكي تمام، يعني فايه حط خلاص اهو. شغلة ذكية طبعا يا جماعة. نسيت تفتح الصوت وهي بنصور. اوكي تمام، جماعة احنا امبارح كنا بنصوت. اوكي خلاص احنا ايه كده حطيناها. يا جماعة احنا فكرنا كتير اوي نشتري، مش عارفة ليه. ماشي. صح ماشي. دلوقتي هنشتري الشعر ولا ايه؟ يلا استني بس هكون كده كمان هتحط كده الماشية دي. احط الانيميشن. فأنا أصلا كنت مجهزة نفسي وشايلة كل حاجة. يا جماعة هتفتكروا هتقولوا إن إحنا شحنا قبل كده الحاجات اللي عندنا بروجز دي من دونية جيم، فيعني مش إحنا يعني. أوكي إيه اوكي انا كنت بسألك، أوتفيت لودر ولا لأ؟ نخش اوت في التلوتر. قلت لها لأ خلاص تمام. يعني دلوقتي احنا كنا هنجيب الشعور. يا جماعة احنا كنا في الأول مش عارفين ندمج بجد، فنزلنا برنامج بعد كده مسحناه لان هو بقى تبقى الاصل في جوجل. جوجل. صح يا جماعة، فنا بصوا احنا ممكن نحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن ماشي، عشان تخشوا لو حد اي حد عايز فيكوا عايز يدمج او كده. يعني شكرا للبنت اللي نزلوه يعني. اوكي. الشعر اسمه لون ميسي هير. ايه يا جماعة احنا كنا بنعيط انا وزوجي عشان لو مكنش عمل. لان احنا كنا مبسوطين صرفنا بيه، عليه روبوكس كتير وفي الاخر ما كانش هيعمل، فيعني ضايقنا يعني. اوكي اهو ده هات سبايات. اك ما تشتريش. لا اصلا كنت متحيرة، اوكي كنت في الاول ندمانة جماعة يا جماعة. محدش ليه بعت لنا اي ستوري ليكم؟ اي حد يشوف الفيديو ده يشوف عندنا في الشورت هيتلاقوا فيديو بنقول لكم اكتبوا قصصكم. يعني بصوا يا جماعة مش لازم يبقى مضحكة او حاجة، يعني احكي لنا قصة ليكم حصلت لها مثلا في روبلوكس في الحقيقة براحتكم يعني، بس هي حاجة مضحكة من الاخر. فكل اللي شاف الفيديو ده يخش على الفيديو التاني ويشوف. يا جماعة تاني واحد احنا شوفنا يا بلوت جماعة النهاردة كاتني. 10، ان فيديوهاتنا كلها فايبة 10,000 فيو. ليه مفيش لايك ولا سبسكرايب ليه؟ طب احنا مش هنقدر نسجل كل يوم فيديو تمام؟ ممكن كل يومين فيديو كده يعني، هنحاول او كل اسبوع مثلا كده. فيعني حاولوا تساعدونا شوية عشان يعني تزودوا الدعم شوية عشان نقدر نزود الفيديوهات اكتر. ايه دلوقتي يعني هنروح نشتري البلوند يعني شعر تاني اللي هو كاتير القطة ده عشان ايرز القطة ده بجد انا كان مش عارفة، انا كنا عايزين نجيب اكتر واحد. اوكي جماعة احنا عايزين نقول لكم ان احنا كنا خلصنا الروبوكس كلها عشان احنا كنا خلصنا الشخصية. اوكي دلوقتي يا جماعة كنت الشعر ده احنا في شعر تاني صح؟ ايوه الشعر بقى المفروض بتاعنا ده. ايوه يا جماعة احنا صورنا الحتة لما دمجنا ده الصبح عشان احنا بعديها الوقت اتأخر، فقلنا بقى ايه نسجله بالليل يعني نكمله الصبح. اوكي دلوقتي هنجيب ال جبناه خلاص. لسه
كيوت بوب هير ستايل، اللي هو الشعر الطويل ده يا جماعة، بتاع البنات. أيوة كنت أقصد قصير. اوكي عايزين نوريكوا شكل يعني. اوكي اعتقد دلوقتي هنجيب النضارة. جماعة ده في تحديث جديد اعتقد، فعشان كده معرفناش في الاول ندمجه، بس عملنا سيرش ولقيناه يعني. اوكي دلوقتي بقى مش احنا عاملين اوكي يا ماما، كنت عايزة اجيب الهيد شيكس بس قلت مش مستحق اوي الموضوع، ان في واحدة شبهها عندي. كنا بنفكر نجيب ايه؟ ثانية. في الاخر قعدنا نتخانق يا جماعة على البتاع اللي انا كنت عايزة اجيبها، بس في الاخر جبناها. لا كنا عايزين حاجة ضج كده، بس قلنا ما نجيبهاش مش عارفة ليه، حسيتها مش حلوة. نشتريها؟ انا نفكر. لا ما مش عايزة. اوكي جماعة اي حد شوف الفيديو يخش ينزل الشورتس، لا يتخلص ينزل الشورتس يتفرج على الفيديو، يكتب قصة من القصص يعني، قصة مضحكة في الحقيقة في روبلوكس اي حاجة، واحنا ان شاء الله نطلعها وكده. اوكي دلوقتي هجيب البلاك ار لا جي ايوه انا جلاسز، كنت عايزه اجيب النضاره دي قوي، بتليق قوي على اللي احنا البنج اللي احنا جايبينه. جبناه. اوكي انا فكرت كتير بجيب ايه مش عارفه ليه. اوكي اهو في الاول هتلاقوا شكلها مش اللي هو حلو قوي، تمام؟ ف احنا في الاخر لو هتشوفوا الشكل هيبقى حلو جدا عشان ما كناش لسه دمجنا يعني. اوكي احنا اعتقد كنا دلوقتي هنجيب ايه، كنا دلوقتي بنفكر نجيب دك ولا لا، بس دلوقتي بقى هنجيب اللي هو لا بتاع قعدنا نفكر في الاول الفيديو. نجيبها ولا لا، وفي الاخر ما جبناهاش. بص في الاخر جبناها من غير الفيديو ده. لا اعتقد في الفيديو مش عارف، بس احنا يا جماعه عشان تبقوا عارفين ان احنا ايه ده في واحده كانت ارخص بس اوحش بخمسة ربع، 75، بخمسة. لا هما الاتنين نفس السعر. لا بص دلوقتي كنا شادين، انا كنت هموت واجيبها، انا جبت واحدة ب80، لا 75 والله. يا جماعة خلاص بقى احنا هنتخانق، ثانية انا هشوفها. اوكي جبنا جبت الرقصة رقصة دي. صح، انا عايزة اقول لكم ان انا جبت رقصة زيادة عن جمانة، اللي هي رقصة الشاي، اعتقد وظيفكم عارفها. مقلتليش، ما قلتلك على فكرة لما شريتي ما جمانة شريت جاكيت زيادة. ايش من حقي. اوكي يا جماعة عشان احنا قللنا فيديوهات. اوكي دلوقتي هحط فيس عشان يعني عشان بصيت في موبايل الوزن فلقيت حاطة فيس. جبنا الفيس، هي اصلا انا مكنتش جايباه فجبته، بس هي كانت جايباه وكده يعني، فتمام. تمام اما احنا صاحيين لأول مرة وهتكون آخر مرة. يعني تمام. اوكي دلوقتي انا بحاول اعمل له اظبط شكلي ان هو زي اللي زي، ان انا مش عارفة تصوتي يا نفسك ايش وصلتي، كنت بموت الزليل ده مش عارفة انا مظبطه ازاي، بس هبقى اوريكي. لما احنا بنحط شكلنا واسامينا في
بداية الفيديو صح؟ في الان ألف ايه نسيت احط الفيديو عايز هذا اللي احطه. اوكي احنا دلوقتي بص كنا بنفكر ان احنا المفروض نغير الانترو عشان كنا محطوط ال كنا بنفكر برضو تفكير تفكير ايه تفكير كتير احنا بنفكر كتير يا جماعة. دلوقتي هنبص على اللبس يعني يبقى احنا اصلا هنسرع الفيديو كامل بس اعتقد صوتنا هيبقى عادي صح؟ يعني هنحاول نسرع الفيديو كامل يعني فاهم حتى بصوتنا عادي. زمانة كانت هتنطق جدا مش فاهمة على ايه كانت وحشة اوي يا زمانة. طب رأيك في ده وحيس يا جماعة كل واحد بقاله روبس في الآخر يعني أنا بقالي 53 وبقالك 43 عشان أنا جبت جاكيت غالي. طب ايه رأيك في ده؟ قلتلك لا شكلي وحش مش عارفة. يا ما كل اللي يشوف اللي بيكتب انا زمان معلش كنا خايفين يا جماعة لسه في حاجة ما في الآخر ما نلبسهاش أو نتضايق عم ندور كتير. اوكي فدلوقتي اللي هنعمله ان احنا خلاص هنجيبها هنجيبها في الاخر مش هنلاقي حاجة حلوة هنجيبها ممكن نلاقي بس كسبنا زمان كنت عايزة تجيب الوردة دي صح؟ عشان كنت عايزة اجيب عارفين الجليتش الجديد بتاع الهيدلس كنت عايزة اجربه بس قلنا بلاش عشان هو مش هنستفاد قوي بيه لان هو كده كده بيتحط تاني في العاب تانية. خلاص ما ايه اتكلمي امبارح يا جماعة كنا بنسرح. ايوه احنا ما اعتقد كويس ان احنا ما كناش مسجلين امبارح. ايوه اصل لابس سماعة بس كيف دلوقتي هن اعتقد خلاص هنجيب البتاع ايوه هنجيبها لا مش هنجيبها هنجيبها جيب كنا في البداية كنا ايوه هنجيبها قلت لك خلاص يلا نجيبها عشان كنت هموت اجيبها. ايوه يلا ما تكتبيش يا زمان الحمد لله ما كتبتش ما تكتبيش.